يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون؟ نعم، ولو كان الرسول يكتب أو كان يقرأ لقالوا إنه يقرأ في الكتب السابقة وأنه جاء بما ذكر فيها، كما قالوا أساطير الأولين اكتتبها تملى عليه بكرة وأصيل. الرسول ما قرأ في الكتب السابقة ولا كان يكتب بيده عليه الصلاة والسلام، كان أميا، ومع هذا علمه الله هذا العلم الذي أعجز البشر وأعجز الجن والإنس، أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من أدلة نبوته، كونه أميا وأتى بهذا العلم وهذا الشرع، هذا من أدلة ومن معجزاته، من أدلة نبوته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ وتكتب ارتابوا وقالوا هذا مما قرأه من كتب الأولين، مما قرأه من كتب الأوائل. فهذا معنى الآية والله أعلم. نعم.